عليكم مرحبا بكم معنا، معكم ايمان من مجوهرات فاتن. اليوم كنقترح عليكم هاد لاباك دو مارياج اللي كتجي غزاله، نوري عليكم عن قرب. ولا البنات لاباك دو مارياج كيفاش كتجي؟ كتجي غزاله، ما فيها لا حجر لا والو. فهنا هاد لي زانفيني بالذهب الابيض سوليتير ديالها كتجي فيه حجيره وحده، كتجي بحال هكا من الجنب. اللور ديال لاباك كيجي على هاد الشكل من الداخل كيف ما كتبي معايا، كتجي بحال هكاك من قوشه، والطابع ديال الديوانه كيجي هنا. اللبسه ديالها كتجي انيقه وزوينه وخفيفه اللي تقدري تلبسيها شاك جو، سورتو انا ما فيها لا حجر لا والو، كتجي فنيونه وانيقه، ومن الداخل كتجي على هاد الشكل. كنتمنى ان لاباك دو مارياج اللي اقترحت عليكم ديما يكون نال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون كاملين غتلقاوهم في لاباك دو فورماسيون، بالصحه والراحه، وما تنساوش مع مجوهرات فاتين تحبي حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك. و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.